بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. لأن هذا أساس ديننا وهذا مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعرف عليه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس. والأضرحة تبنى والطواف بالقبور معمور. الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور، ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم. فالمسلم الموحد لا بد أن يتبرى من المشركين. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه يعبد القبور ويعبد الأشجار والأحجار ويتقرب إلى الأولياء والصالحين والجن والملائكة بشيء من العبادات، هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء نحكم عليهم بالردة وندعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى الدين من جديد، فإن تابوا وإلا قتلوا. فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته ومنقصاته، وإما إخبار عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به، حتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرع من المشركين فإنه يكون مثلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا فائدة من جميع الأعمال حتى ولو كثرت فإنها لا فائدة منها بدون التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: هذا هو الأساس وهذا هو الأصل وهذا هو القاعدة: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. أعمال الكفار يوم القيامة تصير هباء، لأن ما بنيت على عقيدة، فالعقيدة هي أساس ديننا وهي قاعدة شريعتنا، ولا يصح عمل إلا بتصحيح العقيدة. وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتزكات وغيرهم من الأمم لما أعرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل وماذا حل بهم، وإما حلال بيان الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد الحلال والحرام، كون الإنسان يتناول الحلال ويكتسب الحلال ويستعمل الحلال ويترك الحرام ويبتعد عن الحرام وعن كسب الحرام، هذا من حقوق التوحيد أيضا. فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته ومنقصاته، وإما إخبار عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به، أو إخبار عن المشركين وما انتقم الله تعالى منهم به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما أحكام حلال وحرام، وهذا من حقوق التوحيد. القرآن كله في التوحيد، وحقوقه ومفسداته ومبطلاته، القرآن كله يدور على التوحيد. إن بعض الناس اليوم من جهلة الدعاة، وأقولها بأسف لأنه لا يصلح للدعوة من كان جاهلا، لا يجوز أن يدخل في مجال الدعوة إلا من كان عالما مسلحا بالعلم، لكن فيه من جهلة الدعاة من يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس مسلمون، أنتم في بلاد مسلمين، العالم الإسلامي ليس بحاجة إلى أن
يلقى محاضرات في التوحيد أو يقرر مقررات في المدارس في التوحيد أو تقرأ كتب التوحيد للمساجد، هكذا يقولون، وهذا من الجهل العظيم، لأن المسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد من أجل أن يحققه ومن أجل أن يقوم به ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات. ما يكفي أن يكون مسلما بالإسم من غير أن يحقق الإسلام، ولن يحققه إلا إذا عرف أساسه وقاعدته التي يبنى عليها وهو التوحيد. فإن الناس إذا جهلوا التوحيد وجهلوا مسائل الشرك وأمور الجاهلية فإنهم حينئذ يقعون في الشرك من حيث يدرون أو لا يدرون، وحينئذ تقوض عقيدة التوحيد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهل كل المسلمين يعرفون أمور العقيدة ويعرفون التوحيد؟ إذا كان العلماء يعلمون هذا فالعلماء قلة وأقل من القليل، العلماء بالمعنى الصحيح أقل من القليل، وكلما تأخر الزمان فإن العلماء على الحقيقة يقلون، ويكثر المتعالمون، ويكثر القراء، ويكثر رؤوس الجهال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل هذا العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر أنه في آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القراء، وفي أثر آخر يكثر الخطبة في آخر الزمان ويقل الفقهاء، يكثر الخطبة ويقل الفقهاء. ومن هنا يجب علينا أن نهتم بجانب التوحيد وأن نعتني به عناية تامة، بأن ندرسه وندرسه ونحاضر فيه ونعقد فيه الندوات ونشكل فيه البرامج في وسائل الإعلام ونكتب في الصحف وندعو إلى التوحيد، رضي من رضي وغضب من غضب، لأن هذا أساس ديننا وهذا مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعرف عليه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس. في العالم الإسلامي اليوم ما عدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد، في العالم الإسلامي المساهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سار، الدين عندهم هو الشرك، الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور، ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم، لأنه بزعمهم يتنقص الأولياء كما يقولون. وهناك دعاة لا يهتمون في تلك البلاد بأمر التوحيد مع الأسف، إنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمور وترك هذه كبائر محرمات بلا شك، ولكن حتى لو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا لكن لم يتركوا عبادة القبور فإن أساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح مقوم. ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك، وحتى من لم يشرك، حتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرع من المشركين فإنه يكون مثلهم، فإنه يكون مثلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل من الشرك والكفر والنفاق. وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، فالمسلم الموحد لا بد أن يتبرع من المشركين ولا يسعه أن يسكت والشرك يعد في البلد والأضرحة تبنى
والطواف بالقبور معمور. لا يشاء من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك في جسم الأمة، ويقول لا ادعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا. ماذا تجدي هذه الأمور مع فقد الأساس؟ أنت لما تبني بناء، عندما تريد إقامة جدار أو إقامة بيت، ألست أول شيء تهتم بالأساس؟ تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح؟ وإلا إذا لم تهتم بالأساس ولم تهتم بقواعد البناء، فإنك مهما شيدته وجملته ولمقته فإنه عرضة للسقوط، ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة سليمة وأساس صحيح وتوحيد لله وتنزيه من الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام، فإن هذا الدين لا ينفع أهله، لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى التوحيد. السور المكية كما ذكرت لكم كلها تعالج قضية التوحيد، السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كلها تعالج قضية التوحيد وتأسيس العقيدة. ثم لما تأسس التوحيد وقامت العقيدة نزلت شرائع الإسلام، نزل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، هذا إنما نزل في المدينة، الأمر بالزكاة صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بأشهر، فرضت عليه في مكة. بعدما تأسس التوحيد وبعدما بنيت العقيدة ثم نزلت الزكاة ونزل الصيام ونزل الحج ونزلت بقية شرائع الإسلام. يوضح هذا جليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رسم له منهج الدعوة وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا، بدأ بالتوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله ووجدت العقيدة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالدعوة إليه، وهذا ليس خاصا بمعاذ، هذا عام لكل من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بهذا الأصل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله، اعترفوا بعقيدة التوحيد، فحينئذ مرهم بالصلاة، مرهم بالزكاة. أما بدون أن يقروا بالتوحيد فلا تأمرهم بالصلاة، لأنه لا فائدة من الصلاة بدون توحيد، لا فائدة من الزكاة بدون توحيد، لا فائدة من الصيام بدون توحيد، لا فائدة من الحج بدون توحيد، لا فائدة من جميع الأعمال حتى ولو كثرت فإنها لا فائدة منها بدون التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم
وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بدعوة التوحيد. قال الله تعالى في نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إنه سبحانه أجمل الرسل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة. فكيف نزهد في هذا الأمر ونغفل عنه ونخطئ من يدعو إليه ويقال إن هذا يفرق بين المسلمين؟ لا، هذا ما هو يفرق بين المسلمين، هذا يجمع كلمة المسلمين، لأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على التوحيد، ولا يستتب الأمن والاستقرار إلا على التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لهذا الشرط، هذا الأساس، إنما تحصل هذه المطالب العظيمة إنما تحصل بعبادة الله وحده لا شريك له، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا يصح بناء الأمة إلا على كلمة التوحيد، على عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات وتركت وقيل اتركوا الناس أحرار في عقائدهم اتركوهم لا تنفروهم، هنا يحصل الاختلاف ويحصل التفرق، ويدخل الشيطان بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم كما هو الواقع، كما هو الواقع. أضرب لكم مثلا في هذه البلاد، هذه البلاد كانت قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتوحيد كانت متفرقة. بلدان نجد، القرى كل قرية لها أمير وحكومة، وكل قرية تحارب القرية الأخرى. بل ذكر التاريخ أن أهل القرية يتقاتلون فيما بينهم، كل جانب من القرية يحارب الجانب الثاني، سلب ونهب وقتل وقتيل. كل قرية فيها حاكم، كل قرية فيها أمير، كل قرية لا تخضع للأخرى. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الرجل الصالح المصلح توحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة، وصار لها دولة قامت على الدين وعلى التوحيد، ولا تزال ولله الحمد. هذا لأن أسس التوحيد، لكن قبل يؤسس التوحيد في البلاد كانت متفرقة، كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، كان السحرة يعملون عملهم بين الناس، وكان المشعوذون يتجولون في القرى ويخربون عقائد الناس، وكان الحكم عند القبائل والعوائد الجاهلية، ما فيه حكم بالشرع ولا فيه عقيدة صحيحة ولا فيه اجتماع. فلما جاء الله بهذا النور وهذه الدعوة المباركة توحدت البلاد واطمأن العباد وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصار المسلمون إخوة. هذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله هذا نموذج قريب، وإلا قبله حالة المسلمين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين متشتتين، ثارات وغارات وقبائل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ورسوله توحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض، سادت العبادة والبلاد.
ذكرهم الله تعالى بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الله سبحانه وتعالى بيّن ما كانت حالتهم عليه قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابته له: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، وكانوا مقمعا للشعوب الأخرى، كانت تسيطر على العرب وعلى جزيرة العرب الشعوب الأخرى، فارس والروم، وكل دولة من دول الكفر كان لها نصيب في جزيرة العرب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم، وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا كانت هذه الأمة الآن تريد الاجتماع وتريد القوة وتريد الائتلاف، فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو التوحيد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد والاجتماع على كلمة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي يجمع الأمة: العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي أساسه التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد، هو إفراد الله تعالى بالعباد. ليس التوحيد ما يقوله بعض الجهال أو الضلال الذين يقولون التوحيد هو الإقرار بوجود الله، الاعتراف بوجود الله، هذا هو التوحيد، أو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا هو التوحيد. لا، هذا توحيد لكنه ليس التوحيد المطلوب. هذا التوحيد الذي يقولونه أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول سبحانه وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. يقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. صاروا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهم، وهم مشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى أقروا واعترفوا بأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار وأخلصوا العبادة لله، حينئذ صاروا مسلمين. أما اقتصار التوحيد على توحيد الربوبية فهذا ليس بتوحيد، هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر، وأقر به أبو لهب، وأقر به كل الكفرة، أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم كانوا يعبدون معه الأصنام اللات والعزى ومنات والأصنام، فصاروا مشركين موحدين توحيد الربوبية ومشركين بالألوهية. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال أقروا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا موجود
يقرون به، هذا موجود، ولكن هذا لا يكفي. فالذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا هو التوحيد، نقول لهم لا، هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب، هذا ما يكفي. توحيد المسلمين هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو توحيد المسلمين الذي لا ينجي من عذاب الله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقاتل الناس. من الناس؟ الذين يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ويعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيء من الأمر، وإنما اتخذوها شفعاء ووثائق بينهم وبين الله بزعمهم. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب. يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب لما دعاهم إلى توحيد الألوهية، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. وقال تعالى في الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المرسلون كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، وخاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم صدقهم ودعا إلى التوحيد، بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين من قبله، لأنهم كلهم دعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. لو كان يكفي أن يقر بأن الله هو الخالق الرازق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بالخالق الرازق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، دل على أن هذا غير هذا، وأنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنهم يقرون بأنه هو الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يقرون بهذا كله، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، وتقرون أن آلهتكم هذه لا تخلق ولا ترزق. احتج الله تعالى عليهم بما أقروا به على ما جحدوه من توحيد الإلهية. فتوحيد الألوهية هو المناط السعادة والشقاوة، لا بد من تحقيقه، ولا بد من الدعوة إليه، ولا بد من بيانه للناس. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه يعبد القبور ويعبد الأشجار والأحجار ويتقرب إلى الأولياء والصالحين والجن والملائكة بشيء من العبادات، هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. يجب أن يدعى إلى التوحيد، فإن أقر به وإلا قتل. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، كله، لا يكون فيه شيء للقبر ولا للصنم ولا للولي ولا للملك ولا للجن ولا للإنس، يكون الدين كله الدين الذي هو العبادة، الصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والذبح وغير ذلك، يكون كله ما هو بعضه، يكون كله لله.
أما إنسان يقسم الدين بين الله وبين غيره هذا مشرك. الذي يقسم الدين بين الله وبين غيره، بين الله وبين القبر، بين الله وبين الولي، هذا مشرك بالله عز وجل، كافر بالله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه شرك، لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من البراءة من المشركين ومن الشرك. الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة منها ومن أهلها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لا ينجو أحد إلا باتباعها، ولا يدخل أحد الجنة إلا باتباعها. فهذا أمر عظيم يا عباد الله، أمر العقيدة وأمر التوحيد أمر عظيم. الكفار يدعون إلى التوحيد، الكفار الأصليين، الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والوثنيين يدعون إلى التوحيد، وكذلك المرتدون من المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ثم نكفوا على أعقابهم وصاروا يدعون القبور. هؤلاء نحكم عليهم بالردة وندعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى الدين من جديد، فإن تابوا وإلا قتلوا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا لا بد منه. فالمشرك الأصلي والكافر الأصلي يدعى إلى الدخول في الإسلام، والمرتد من المسلمين يدعى إلى التوبة، يدعى إلى التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به من عقيدته، يدعى إلى إخلاص العبادة والتوبة من عبادة القبور، والتوبة من التقرب إلى الأولياء والصالحين، وتحقيق معنى لا إله إلا الله التي ينطق بها ويتكلم بها. وكذلك المسلم الموحد الذي لا يصدر منه شرك أيضا يبين له التوحيد الصحيح لئلا يغلط، لئلا يغلط يبين له التوحيد الصحيح وتشرح له العقيدة وتبين له، خصوصا أولاد المسلمين، خصوصا عوام المسلمين، خصوصا طلبة العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا، يبين لهم معنى التوحيد الصحيح ومعنى العقيدة الصحيحة. وكذلك العلماء الضلال أيضا يدعون إلى تصحيح علمهم وعقيدتهم. اليهود كانوا علماء، كانوا علماء، لكنهم كانوا علماء سوء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب علماء، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. انظروا أهل علم، أهل علم وأهل دين ويدعون إلى شهادة لا إله إلا الله، لأنهم تركوها وهم يدعون أنهم على دين. الانتساب إلى الدين ما يكفي. الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالعالم إذا انحرف فإنه يدعى إلى التوحيد ولو كان عالما، فإن استجاب وإلا فإنه يقتل إن كان فردا، أما إن كانوا جماعة فإنهم يقاتلون حتى يكون الدين
كله لله عز وجل. هذه عقيدة التوحيد. التوحيد إذن هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وضح هذا للناس وتوضح العبادة ما معناها. العبادة ما معناها؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون بالقلب من الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإخلاص، هذه كلها من أعمال القلب، عبادة قلبية. وتكون على اللسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، هذه عبادة باللسان، تحرك بها اللسان. وعبادة على الجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وإخراج الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادة. فالعبادة كل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كلها عبادة لله عز وجل، وكلها يجب أن تفرد وتخلص لله عز وجل، لا يكون فيها شائبة الشرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما اقتصر على قوله يعمل عملا صالحا، بل قال ولا يشرك، لأن العمل الصالح إذا دخله الشرك بطل وإن كان صالحا، يفسده الشرك ويبطله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، يعني بلى يدخل الجنة، يدخل الجنة، يدخل الجنة، بلى من أسلم وجهه، يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا يدخل الجنة إلا بهذين الشرطين: من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا اللي يدخل الجنة، ومن عداه لا يدخل الجنة. بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، وهو محسن، هذا الشرط الثاني. الإحسان معناه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون باطلا. فالعمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، وإذا كان العمل فيه بدعة فهو مردود أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمهما حسنت نية الإنسان وقصده، إذا كان يعمل عملا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو مردود عليه، لا يقبل منه شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص لله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله متابعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك ما نهى عنه وتصديقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ولكنه لا يتبعه ولا يعمل بشريعته بل يعمل بالبدع والمحدثات، فهذا لا تصح شهادته أن شهادة أن محمد رسول الله. كالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يشرك، لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. فلا بد من الإخلاص، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا كنت تشهد أنه رسول الله ولكنك تحدث بدع أو تقتدي بالمبتدعة والمخرفين، فمعناه أنك اتخذت المبتدعة والمخرفين هم الرسل، وتركت الرسول صلى الله عليه وسلم. المشرع هو الرسول، ليس المشرع فلان أو علان أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني
لا، المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. أما من انحرف عن طريقة الرسول فإنه لا يتبع ولا يقتدى به ولو كان عالما. فهناك من علماء الضلال الكثير الذين أضلوا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الأئمة المضلين، أئمة لكنهم مضلون، يدعون إلى البدعة، يدعون إلى الخرافة، يدعون إلى المحدثات والعياذ بالله، يدعون إلى عبادة غير الله. هؤلاء هم الأئمة المضلون. الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد تكامل. فأي واحد يجيب إضافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجعلها من الدين يقول لا، هذه بدعة. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما وتوفي صلى الله عليه وسلم، ما توفي إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. فحسبنا أن نعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. هذا الذي يريد النجاة. أما الذي يريد أن يشرع للناس وأن يأتي للناس بعادات وتقاليد ومحدثات فهذا مضلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني فهموا أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرب، فطلبوا منه وصية كأنها موعظة مودع. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، ويحذرهم من البدع والمحدثات. والله تعالى أنزل علينا وفرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، أهل الاقتداء والاتباع. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ هم العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال. العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال هؤلاء مغضوب عليهم. العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، يعرفون الحق ولا يعملون به ويدعون إلى خلافه لهوى في نفوسهم، أو لأطماع يحصلون عليها، أو رئاسات يتبوؤونها، يدعون الناس إلى غير ما يعتقدون وإلى غير ما يعلمون من أجل أن يترأسوا عليهم ومن أجل أن يتأكلوا منهم
ومن أجل أن يضلوهم عن سواء السبيل. فالمغضوب عليهم كل من عنده علم ولكنه يخالفه ولا يعمل به. وفي طليعتهم اليهود، فإن اليهود عندهم علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود يعلمون ولكنهم لا يعملون بعلمهم، فهم مغضوب عليهم. وكذلك مثلهم من هذه الأمة، كل عالم يخالف علمه ولا يعمل به ولا يفتي بالحق ولا يقول الحق ولا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر الناس من الشرك، هذا يدخل في المغضوب عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. الضالون من هم؟ الضالون هم الجهال الذين يعبدون الله على جهل وعلى غير دليل، بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل مخرف وكل مبتدع وكل محدث في الدين ما ليس منه فهو داخل في الضالين، داخل في الضالين. ولهذا يقول بعض السلف، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومصداق هذا في هذه الآية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحاصل أن التوحيد هو الأساس، وأن العقيدة هي رأس الدين، ويجب أن نهتم بها، ندعو الكفار إليها وندعو المرتدين إلى أن يرجعوا إليها، وإلا يقتلون على ردتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفرق للجماعة. التارك لدينه هو المرتد، المفرق لجماعة المسلمين هذا يقتل. وكذلك ندعو المسلمين إلى أن يحققوا التوحيد، يعني بس إنهم مسلمين ونتركهم؟ لا، نبين لهم العقيدة الصحيحة، نعلمهم إياها، ندرسهم إياها، نحفظهم إياها، نعلمهم ما يخل بالعقيدة، ما يخل بها من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والخرافات. نعلمهم الطرق التي تخل بالعقيدة من أجل أن يجتنبوها، لأنهم إذا جهلوها وقعوا فيها، فلا بد من هذا. فالذي يقول إن المسلمين ما يحتاج ندعوهم للتوحيد، بعض الناس يقول أولاد المسلمين أولاد بيئة، لا تعلمونهم العقيدة وتعلمون، لأنهم أولاد بيئة، هم مسلمون بدون تعليم، تعلمون الدين من بلادهم ومن بيئتهم، يعني لا تعلمونهم أركان الإسلام ولا تعلمونهم أركان الإيمان ولا تعلمونهم أنواع التوحيد. هذا إما أنه جاهل ولا يعرف قيمة التوحيد، وإما أنه يعلم لكنه مضلل يريد تضليل المسلمين والعياذ بالله. سمعناها منهم، بل قرأنا في بعض الصحف من يدعو إلى هذا ويقول: ما يحتاج تقررون التوحيد في المدارس، لأن أولاد المسلمين أولاد بيئة وأولاد فطرة، ما يحتاج تعلمونهم التوحيد. يا سبحان الله، إذا ما علمناهم التوحيد كيف يعرفون الدين؟ كيف يعرفون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ يعني يأخذون الدين من العادة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، لازم يأخذون الدين عن علم وعن اعتقاد وعن معرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى قال لنبيه: فاعلم، أمر بالعلم قبل القول والعمل، أمر بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى هذه الكلمة. وكيف يعرفون معناها وهم لم يتعلموا ولم يدرسوا كتب العقيدة الصحيحة ولم يتعلموها ويحفظوها؟ كيف يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ ما يكفي أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون أنه يعرف معنى هذه الكلمة ويعمل بها ويطبقها ويدعو إليها ويوالي أهلها ويعادي أعداءها؟ لا يكون مسلما إلا بذلك. هكذا دين المسلمين، فالعقيدة هي أساس ديننا.
وهي قاعدة شريعتنا، ولا يصح عمل إلا بتصحيح العقيدة مهما كانت الأعمال. الله تعالى يقول في الكفار والمشركين الذين يعملون من غير عقيدة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. هباء، تعرفون الهباء؟ الغبار اللي يصير أمام الشمس، شعاع. أعمال الكفار يوم القيامة تصير هباء لأنها ما بنيت على عقيدة. ويقول سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا؟ لأنه ما بني على عقيدة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، سراب. عندما تزبل عليه تقول: ما شاء الله، وش هالمياه، وش هالأودية اللي تمشي، وانت عطشان تروح لما تبي تشرب، لا جيت ولا ما في شيء، قاع ما في شيء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ماذا يكون العطشان إذا جاء وراء السراب وجاء ولا لقى شيء؟ ماذا تكون حالته؟ كذلك المشرك والكافر والعياذ بالله، إذا جاء يوم القيامة هو بحاجة إلى الحسنات، بحاجة إلى الأعمال الصالحة، ما وجد شيئا. وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. هذه أمثلة القرآن في أعمال المشركين والكفار، وإن كانت كثيرة لأنها لم تبنى على أساس وهو العقيدة. إذن العقيدة أمر مهم، لا يجوز لمسلم أن يتساهل في شأنها وأن يحقر من شأنها وأن يقلل من أهميتها وأن يقول: شوفوا الناس واقعين في الربا، واقعين في الزنا، واقعين في السفور. نعم، هذه معاصي صحيح، ولكن واقعين فيما هو أكبر من ذلك، وهو الشرك والكفر بالله. أنا لا أعني هذه البلاد ولله الحمد، أنا أعني البلاد اللي يسمونها الإسلامية، بلاد الأخرى واقعين في الشرك في وضح النهار. تبنى الأصنام، تبنى الأصنام للمسلمين، ما تبنى للكفار، تبنى للمسلمين، يروحون لما يطوفون به ويذبحون له وينذرون له. كيف مع هذا نغطي رؤوسنا ونتعامى ونقول: لا، أنت مدعو الناس إلى الأخلاق وإلى الزهد وإلى يعني يقولون الشرك هو محبة الدنيا، في طائفة تقول الشرك هو محبة الدنيا، أخرج الدنيا من قلوبكم، هذا هو التوحيد. يا سبحان الله، هذا هو التوحيد. وناس يقولون: لا، الشرك هو الحاكمية، حكموا، خلوا المحاكم تحكم بالشرع. نعم، هذا صحيح، المحاكم تحكم بالشرع مطلوب، ولكن هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. حتى لو فرضنا أنهم حكموا المحاكم بالشرع، ما دام الشرك موجود، وما دام في البلد أضرحة، وما دام فيها قبور، وما دام فيها دعاة إلى الشرك، ما يكفي أن نجعل المحاكم تحكم بالشرع. الشرك ما هو بالحاكمية فقط، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك، وتدخل فيه الحاكمية، تدخل فيه الحاكمية. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال للمشركين: خلونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد الجاهلية ونحكم بالناس في الشرع، ولكن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تبقى كل على دينه، لكن نجعل محاكم تحكم بين الناس بالشرع، وتبقى اللات والعزى ومنات والأصنام، هل يكون هذا دين؟ يكون هذا دين ولا تستقيم به ملة. لا بد من تصحيح العقيدة أولا، ولا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولا بد من إزالة الشرك ومظاهره من البلد، ثم بعد ذلك تأتي بقية أوامر الدين وشرائع الدين. لأننا إذا حققنا الأساس أقمنا عليه البناء الصحيح، وإلا فرضنا أنك أقمت بناية تتكون من 120 دور لكن أقمتها على أساس هار، ماذا يكون مصير هذه العمارة؟ 120 دور على غير أساس تنهار، تنهار بمن فيها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم
الظالمين. الواجب علينا أن نعرف هذا الأمر وأن نهتم به وأن ندرسه أولا وندرسه لأبنائنا وإخواننا وأن نحرص عليه وأن نكثف مناهجه في المدارس والمعاهد والكليات وأن نكثف دراسته في المساجد وأن نعمر به بيوتنا ودروسنا. هذا هو الأساس الصحيح، وما عداه فهو تابع له ومكمل له. هذا هو الذي ندعو إليه، تصحيح العقيدة والعناية بها وتعلمها وتعليمها وتأليف الكتب والرسائل فيها ونشرها وطبع الكتب، كتب العقيدة الصحيحة طبعها ونشرها وتوزيعها، هذا هو المطلوب. ثم يتبعها بقية أوامر الدين وشرائع الدين وأمور الدين كلها تابعة للعقيدة. العقيدة بمنزلة الرأس من البدن، لو كان البدن متكامل أعضاء ومتكامل وضخم وكبير لكن ما فيه رأس، ماذا يكون هذا البدن؟ جيفة، هذا جيفة. لكن إذا كان الرأس موجود فإن بقية الأعضاء، الإنسان إذا كان له رأس سليم يمكن تنقطع يده تنقطع رجله ويعيش ويمشي ويتزوج ويأكل، لكن لا يقطع رأسه ولا وأعضاءه كلها الباقي سليمة، ماذا يستفيد؟ كذلك الدين، إذا راحت العقيدة راح الدين مهما كانت صورة الأعمال بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.